اليوم نتحدث عن هذه الاشتباكات. هناك من يرى بأنها نذر حرب واسعة مع إيران. هل تعتقد بأن الحرب قادمة بهذه النفسية الموجودة، بهذا التاريخ الأسود لإيران، بهذه الاعتداءات المتكررة، بهذا الصراع المتجدد على حول المياه، هل تندلع حرب واسعة؟ أستاذ محمد، أولا هذه الحكومة الموجودة لا تريد الحروب، يعني تريد أن تستقر وتعمل لأجل بناء أفغانستان. الدخول في أي حرب يعني يعطلها، يعني لا لا يعني تقف أمامه، أمام نهضته، يعني هذا عبد. الأمر سياسة الحكومة الجديدة هي تصفير المشاكل مع الجيران ومع العالم. يعني لأن الحرب خسارة في البنيان، نعم، والإنسان، وخسارة كبيرة وتكاليف باهظة. ولكن إذا أجبرت على الحرب فالرد معروف من الأفغان بشكل عام. يعني الأفغان يعني لم يبدأوا بالحرب، ولكن إذا بدأ واحد آخر عليه بالحرب فآخر رصاص الأفغاني هو الذي يرمي آخر رصاص. يعني هذا تاريخيا. نحن مع الأسف دخلنا حروب كثيرة، ويقول الأفغان لم يخسروا حربا ولم ينتصروا في السياسة، يعني لم يستطيعوا أن يبنوا حكومات وفشلوا في هذا المجال، ولكن انتصروا في جميع المراحل. كفاهم فخرا أنهم طردوا ثلاث احتلالات، يعني 100 سنة الأخيرة، يعني واضحة، البريطاني والروسي والأمريكي. يعني تكون الطلقة الأخيرة هي من قبل الشعب الأفغاني وليست الأولى، يعني لا يبدأ الشعب الأفغاني، لكن نعم تكون يعني الكلمة في النهاية إذا لهم. هذا ما إذا يجبري على القتال فسوف يقاتلون. يعني وكذلك أنا أعتقد إيران يعني لا تريد أن تدخل في حرب مع أفغانستان، لأن هناك يعني مشكلة بين حكومة الإيرانية وبين الشعب الإيراني. الشعب نعم. الإيراني كذلك مشاكل داخلية يتخلصوا من هذا النظام، نعم، وإذا وجدوا من يسهل لهم الطريق، يعني كما حصل أيام الصفويين ربما. ولكن إيران لا تريد أن تدخل في حرب، وكذلك طالبان كما صرح الناطق الرسمي لحركة طالبان أننا لا نريد أن ندخل في أي معركة مع الجيران، ولكن إذا أجبرنا فسوف يكون الرد قوي. يعني هذا هو، سيكون الرد قويا، ولكن سيد أمين، ميزان القوة لصالح من؟ يعني لو قارنا أمريكا أقوى من إيران أكيد، وانتهى المقارنة. لكن أمريكا ليست دولة حدودية، أمريكا جاءت من الخارج ولا بد يعني أن تخرج، يعني هذه الحرب إمكانية بقائها صعبة. هذه الحرب سوف تكلف للأفغان كثيرا وتكلف لإيران كثيرا. يعني طبعا نحن لسنا في وقت أن ندخل في معركة جديدة، يعني الشعب تعب، ويعني 40 سنة الحروب، لا نريد أن ندخل في أي مشكلة جديدة مع الجيران، ولكن إذا دخلنا في الحروب فنستمر. يعني ماذا نفعل؟ يعني هل نستسلم؟ وهذا لا يوجد كلمة استسلام في القاموس الشعب الأفغاني.